التحية متجددة مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، والانطلاقات مستمرة، شوطا تلو الآخر ينطلق على بركة الله وتوفيقه. ثاني أشواط هذا اليوم وهو يعتبر الشوط الرئيسي بالنسبة للجعدان الحقايق والمسافة الذي قررها نادي دبي لسباقات الهجنة الثلاثة كيلومترات التي يتنافس عليها الجميع، يستعدون الاستعداد المبكر لبداية هذا الموسم لخوض المعارك والتسعيرات. نسير إلى المقدمة وإلى المقدمة وإلى المركز الأول والصدارة الأولى. مرحبا بك يا الواش سعيد بن محمد بن سلطان العويسي، من ينطلق إلى المقدمة وإلى المركز الأول، بينما النقلة مباشرة إلى المركز الثاني ليتابع الغادم في هذه اللحظة من اللي واصل ومنطلق. هذا شاهين غانم بن سالم بن عيفس الخاطري يتقدم إلى المركز الثاني، المركز الثالث تابع من اللي قادم في هذه اللحظات، من اللي المنطلق شاهين لمطر بن محمد بن علي المنصوري. وصلوا اهالي الفقع يقدمون اقوى سلاح في اول الاندفاعات واول انطلاقات الجعادين، بينما ناخذ من يحمل رقم 95 من الغادم يليبي، ونتعرف على هذا الشعار المقدم لورقتين التي ايضا يدفع بها في هذا الاندفاع، بينما ناخذ هناك مبعد راشد بن محمد بن علي المنصوري. وهذه هي النتيجة والنداء للخمس المراكز الأولى المداعة، ولكن أسامي وشعارات خلف الكادر الإعلامي التي تسير لتبحث عن الإنجاز، لتبحث عن الانتصار. لكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى شاهين اللي على الصدارة، شاهين اللي على المركز الأول، غانم بن سالم بن عيفس الخاطري على الصدارة الأولى وعلى المركز الأول ما شاء الله وتبارك الله على هذا الانطلاق. ها هو بن عيفس، ها هو بن عيفس، غانم بن سالم بن عيفس الخاطري. يا سلام يا سلامي على هذا الانطلاق. المركز الثاني، المركز الثاني الغدوم من قبل مشاهدين الاعزاء، ارغب لي الليبي مشاهين مطر بن محمد بن علي المنصوري قادما في هذه اللحظات. المركز الثالث، المركز الثالث يحمل رقم 95 يبحث عن الانجاز، يبحث عن الانطلاق في هذه اللحظات، ولكن عودة إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة الأولى، عودة إلى الانطلاق. ها هو شاهين تشاهدونه بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات. هنا رقص تلقائي، رقص تلقائي على الصدارة، على المقدمة والبداية الأولى. يقدم هذا العرض استمتاعا للجماهير، استمتاعا للجمهور في هذه اللحظات وفي هذه الانطلاقة، مع هذه الاندفاعات الجميلة في صدارة هذا الشوط. ها هو ايضا لغانم بن سالم بن دعيفس الخاطري، اهالي راس الخيمة، اهالي المنطقة الشمالية يبحثون عن الانجاز، يبحثون عن الفوز. سلام، وبدون يوامر، بدون يوامر، والعصا راقدة وامنة، مذخور ليوم المحفل، مذخور ليوم تحق من عينها. ها هو مشاهدين الاعزاء ينتزع اول اشواط الجعادين في هذا اليوم. تهانينا لغانم بن سالم بن عيفس الخاطري، بينما في المركز الثاني وصل اللي هو شاهين مطر بن محمد بن علي المنصوري. المركز الثالث 95 اللي
يحتل المركز الثالث. هذه هي النتيجة لثلاث المراكز الأولى. عودة للتوقيت الزمني 4:33. ما شاء الله يا التوقيت، تهانينا على هذا الفوز والانتصار.